شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا راوتر اوتليت تمام، وهندلنا الدنيا بتاعت الكومبوننت تمام، بس قلنا ان البيج كلها بيتعمل لها ريندر او ريلود، وده مش صح. اذا هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها راوتر لينك، مكان ال اتش ار اي اف تمام، هنحط حاجه اسمها راوتر لينك تمام، هناخدها كوبي ونبدلها بكل ال HRF تمام، ونشوف ايه الفرق. اهي كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في، بدلناها بكل ال HRF تمام، ونعمل سيف ونيجي نشوف الابلكيشن بتاعنا. لو عملت هنا كونتاكت، طب هوم، طيب تايم لاين، لاحظين معايا تايم لاين اباوت، بصوا فوق على التاب قول بيج تايم لاين، الكونتنت بس هو اللي ايه اللي بيتغير، شايفين معايا هوم تايم لاين اباوت تايم لاين اباوت كونتاكت، الكونتنت بس هو اللي بيتغير، الحاجه اللي بيصير تشنجت هي بتتغير، الصفحه كلها مش بتعمل لها ريلود. دي فايته الراوتر لينك عن الاتش ريف. اتمنى يا جماعه تكون الفكره واضحه. تعالوا نرفعوا الفايلز بتاعتنا على جيت هاب، نعمل نيو ايشيو، هنعمل راوتر لينك تمام، هنعمل اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشيو، هناخدها كوبي، هنروح هناك، هنعمل اد، بي سي اس كوميت، كنترول في، نعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، واعمل بوش واستنى بما يعمل بوشنج. هناك هروح على ايه، عمل لي كلوزد والكوميت بتاعه كل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو مفيد واكون وفقت، ولو في اي حاجه مش واضحه تابعني، او هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكربشن، تابع معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.